أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إجهاض الجنين بأمر من الطبيب لتحقيق سلامة الأم؟ إجهاض الجنين لا يجوز ولو أمر الطبيب بذلك إلا إذا حصل تقرير من لجنة طبية موثوقة إن بقاء الحمل في الأم يقضي على حياتها، إذا كان يقضي على حياتها ويخشى أنها تموت، وهذا بتقرير لجنة ما هو بتقرير طبيب واحد، فلا بأس من إسقاط. أما ما يتلاعب به بعض الأطباء من إسقاط الأجنة بدون حكم شرعي وإنما هو بتصرفهم هم، هذا أمر محرم. الأمور لها ضوابط، ما هي فوضى، الأمور لها ضوابط، فلا بد من تقرير طبي من لجنة طبية موثوقة من أهل الخبرة أن بقاء هذا الحمل في هذه المرأة يقضي على حياتها ويخشى عليها من الموت، حينئذ يجوز إسقاطه. نعم.